فرق قلبك لو كان تطيح تاكسي جد وحسام رايح تسمع كلام امر مالي دي الهبال لما تحكم في الراجل دار تسحبه مع القانون الاخر راضي بشي قال هكذا لازم تكون وليك لونساج 100 مليون يسهل زواج فرق قلبك معانا كون رزي ما تتنرفاش فرق قلبك فرق قلبك. اتصور انك في يوم من الايام تركب سيارة اجرة تلقى مرأة تطلب من راجلها يقعد في الدار ويقوم بالاشغال المنزلية، انت واش يكون ردة فعلك؟ إذن شوفوا هاد السيد واش كانت ردة الفعل نتاعو. الوي خطرت الدراري اسمع سي شاكيب بدلتلو ليكوس اوراقك ما كان لا تمتملا ولو ما تقلقنيش انا هدرت معاك وخلصت الهضره سي بو قلت لك ما تخرجش ريح في الدار تخرج راك على بالك وشي صرات تروح عندي يماك داكو هيا سي بو امك لا تعاود تعيط لي واش بك سيد كنت نهضر ما نتق ما هضر ما والو ما جينيته ما والو انت قاعد تاكل في روحك ما جينيتي حتى يقول لك لا جينيتيني حاجه باينه خويا قلقتك لا ما دمتك لا لا مانيش ماني انا عليك انت لا هو يقول باللي انت قلقتك انا انت ماني قلقتك هو اللي ريسبونسبل هو ما ما انا مانيش غلطان انا باليش بيان انا بدرامي مانيش دراما هي فوالا واش نعمل هو يقول انت قلقتك ثاني نشوف فيك تي كان ما قلقتك ما والو راك نورمال ولو كان دوكا ندير كوميساريا نقول لهم هضر معايا ميشامو كيفاش انا شاب ما ماشي ميشامو علاش ماشي ميشامو ما شفتوش كيف قادر يروح ويفتح يدي يا اخي على بالك القانون راهو في صف ما دوكا لا لا علاش ما نهضرش على القانون وعلى تبلاك ولا لا خلق قادر روحك راني في الطونوبيل علاش انا خسرت لو كان جا راجل لو كان جا راجل راجل انايا بديت نسب الدنيا كان يقول لي اهبط وزيد يسبني ويضربني وما نهضرش معاه واش راك خويا في الراجل اللي يحكر المراه بيناتنا صح ماشي راجل اللي يحكر هو ما حكرش وما حكرونا يا خو لا لا ما اسمح لي دوك نتايا هي غد قدامك انت صلحت الدنيا زيد الاخر باش واحد يضرب ما يضرب انت تضربي راجل انا نضرب راجل ما نضربش راجل فوالا خلاص الشرع تاعنا والقانون تاعنا والدين تاعنا ما قالش المراه تضرب الراجل مادام خينا ما انا نهضر على الدين التربيه والدين فوالا التربيه اه في التربيه فوالا التربيه ما تضربش راجل وفي التربيه انا ما نضربش مرا تما انتم تحبوا تحقروا نساء لا لا قلت لك ما نضربش مادام راكي مهربيه والله ما على بالي واش بيا كاع حطني هنا حطني هنا يا بس ما نش حبه بلع بلع انت يا نحبط هيا هيا روح بلع غادي روح راح والله العظيم راح حط عليا يا حمبا راح راح انا نقول لك والله العظيم قادر راح اني مقادره روحي وتحب دوك نروحو الكوميساريه تشوفي الا ما ضربتش 6 شهور ابدي خلصي واش جاتك هاد الساعه ما خلصش ورحت تشكي يا اخي ضرب انت اهبط ليا اهبط ليا يا اخي ضرب انت مدام مدام خلصي ما نخلصوش يا اخي يضرب لا لا ما يضربكش نسلم يا خويا خلصها عليا صدقه عليك خلاص ما عنديش كيفاش يخلصها سيدي عليك ولا والله كيفاش راح كان مع السي كيفاش تخلصها خلص عليها انت هو تخلص على وحدك كيما هذه هو عاد اش باينه يا خويا والله سلام تخلص على وحدك كيما هذه خويا والله غير لا حول ولا قوه مشاكل لا غادي مشغول يا خو روح تولي ما عندكش درام على بالك انت والله على وجهك يا على وجهي يا خو ما نولوش في المشاكل الكوميسارية ونشاد معاك لا لا ما لازمش تسيد ولا ما عندكش دراهم هذا انا فهمنا الموفمون دوك على هذا حبيت تربح لك العيب باش ما تخلصكش وانت كان تهضر مع راجل في التليفون ما عندها راجل هذايا حبيت ما عندهاش انايا والله كان تهضر مع راجل دراري ليك واش ما سمعتش عاد تخرج تروح عند مرتك لا ابي بكام يضحك ما عندهاش دراهم شكيت ما عندهاش دراهم ما عندهاش والله ما تسابك تخلعك بنفسها هادي نورمال صاحبي دروك رجع ها وحبابنا يا عبلا ها وحبابنا تاع
تاع قنبيطه اخويا. سلمك صاحبي. يا احباب الاداء. قنبيطه صح؟ وبيسر. وبيسر. وهر انه قنبيطه وانا كي ضربت القنبيطه على باله. باينه هذيك هي. اي بصح انا نهضر في ريتي زعما هي تروح تعاود تولي تبقى في المشاكل معاهم تبقى في المشاكل معاهم. القانون عطاهم كل شيء بزاف صوالح. شوف خويا. انا ديجا معمر تيراني هاك في كيسموا في الشروع هاد الشكل. خويا خويا هذا القانون كيزيستي من زمان. ساعدوا طلوها. تسمى زعما قال القانون هذا شوف وقت خلاتنا فرنسا ويكزيستي القانون هذا. شو دوك انت تضرب العيد ضرب تسب العيد باك راح نشكي بيك باك نولوا في الشروعات ونولوا في المحاكم ونولوا هذا قانون يجي من زمان زعما قال القانون معنا. القانون معنا كي يكون عندك جوج شهور. علاش انا قلت لك انا شاهد معاك. تقدر تقول لك خفت خفتنا. خفتنا. ما تجي تعاود معاك. يا خويا تقولها لك بلي خفتوا مني. يا خويا يا خويا كيما هادو ايفيتي ايفيتي هاك شو سيد مرتو هاك مرتو راني ما عرفتش عرفت واش قاد الراجله قاد جو ما تروحش للجامع هكذا قاد يعز الدراري يعطيهم يتعشاو يفطروا سينو طلع عندي يما هذه انا كنقول لك كي دابا سمى مرتي صاحبي ما تهمش عقلك حاجه تاع والو منا 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 شحالنا في الهضره زدت نتا مع لا عطا قاستني بطف صابون تاع مارسي هذاك تا ما دبت بواحد مارسي ونبدا على الدبولا صابون الحجره ديري شكون حنايا تا صابون مارسي راك راك شامبيون كاع تما راه تكلمت فيك هاك يا شامبيون تما حسيت كيما دابا قبقاب بالله هذا هادي صاحبي عندك دراري ولا لا ما عندكش شو صاحبي رايح انا حطني غير من النوط نقطعها هكا صاي صاحبي صاحبي سيد لا عندك دراري ها لا عندك دراري شنو الشاشه عندك لا ما زغر اونسيت صاحبي اونسيت ودي جي جي جيبه ولا تبيعه زعما ما عنديش اشكال كاع زعما الا طلقنا زعما صاحبي زعما الا طلقنا يا ويدي خليها لها الاز كاع طالع صاحبي 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 صعب طرقهم ليلو هاك واش داروا له واش داروا الكاميرا كاين شي هذا والله هو راه لذلك خويا جدوك صار عليك انت هو كعبتك بعد من الساعه بصح واش انا وكتبني السيده قال لي هذه ما عندهاش دراهم قلت له يطيط على الجا دراهم صافا واش خويا لاباس واش قال له واش قال لك رد على يا خويا صحافتكم كل عام وانتم بخير وكم بالعافيه ان شاء الله ان شاء الله ربي يعطيكم العافيه والصحه فرق قلبك لو كان طيح تاكسي جد وحسان رايح تسمع كلام امر مالي بالهبال لما تحكم في الراجل دارت سحبه مع القانون الاخر راضي بالشي قال هكذا لازم تكون وليك لونساج 100 مليون يسهل زواج فرق قلبك معانا كون رزين ما تتنرفاش فرق قلبك